السلام عليكم. في الحقيقة إن الكلاب يكفيها الشعور بالحنان والاطمئنان كي تقدم حبها الدائم والغير مشروط. هكذا كانت تعيش أوليفيا سيبرس، وهي سيدة وجدت حب حياتها وصديق عمرها على الجانب الآخر من العالم. ذات يوم هرب كلب من بيته الذي كان يعيش به مع أشخاص لم يكونوا مهتمين به، فلطالما نسوا أن يطعموه ويقدموا له الماء، وقد كان يظل واقفا بالساعات في الحدائق يراقب كيف يعامل الآخرون كلابهم وحيواناتهم، ويتنزهون معهم ويلعبون معهم، بينما هو لم يحظى بأي من هذا الاهتمام، فهرب هذا الكلب وعاش في الشوارع لعدة أسابيع. إلى أن تغير حظه تماما عندما كان بالقرب من فندق يقع في قلب بيونيس آيريس، حيث قابل سيدة خطفت قلبه من أول نظرة كما يقولون. هذه السيدة كانت أوليفيا سيبريس، وهي تعمل كمضيفة طيران على الخطوط الجوية بين ألمانيا والأرجنتين، وكانت شبه مقيمة في هذا الفندق. ذات يوم ارتطمت بالكلب فنظرت إليه سريعا كي تطمئن عليها وهل أصيب بأذى أم لا. تحسست جسمه وظهره جيدا ثم قدمت له الطعام، وبعدها اشترت له زجاجة من الماء، وكان الكلب جائعا جدا ولم يستغرق أكثر من 3 دقائق لينهي الطعام والشراب بالكامل. نظر الكلب إلى أوليفيا وكأنه يقول لها كيف لي أن أشكرك على جميلك هذا، ثم لعق يدها بلطف. وفي اليوم التالي كان الكلب واقفا أمام باب الفندق ينتظرها، فاشترت له إفطارا خفيفا وقامت بوضع غطاء خفيف عليه علامة شركة الطيران التي تعمل بها، لأن الطقس كان باردا جدا. وبعدها استقلت سيارة أجرة كي تتجه إلى المطار للعودة إلى ألمانيا، وظنت أنها لن ترى هذا الكلب الحنون ثانية، ولكن الحياة قدمت لها مفاجأة أخرى. كل مرة كانت أوليفيا تصل فيها إلى الفندق كانت تجد الكلب ينتظرها على بابه، وقبل أن تنصرف إلى أي مكان كانت تقضي بعض الدقائق تلعب معه. ظل الوضع هكذا لمدة 4 أشهر. أطلقت عليه اسم روبيو، وأخذت تبحث عن أي جمعية متخصصة في إيواء الحيوانات كي تأخذه وترعاه. وبالفعل تم نقل روبيو إلى منزل الرعاية بالحيوانات، وهناك قاموا بتحميمه وأعطوه التطعيمات اللازمة وتولوا رعايته. ومن ناحيتها دفعت أوليفيا كل التكاليف اللازمة لتقدم له كافة الخدمات هناك، ولكن سريعا قامت عائلة بشراء روبيو واصطحبته معها إلى المنزل. وقبل أن يذهب إلى بيته الجديد مكثت أوليفيا معه واحتضنته لأنها لن تراه ثانية، وحزنت قليلا بذلك لأنها سوف تفتقده كثيرا. وفي ذلك اليوم أثناء رحلتها إلى ألمانيا ولم تتوقف عن التفكير به وكيف سيكون في بيته الجديد وهل سيكون سعيدا أم لا. وبعد شهر تقريبا من انتقال روبيو مع العائلة الجديدة تفاجأت أوليفيا به أمام باب الفندق عند عودتها من رحلتها من ألمانيا. من الواضح أنه هرب ثانية وجاء إلى نفس المكان الذي لطالما ينتظرها به كي يراها. أيقنت أوليفيا وقتها أنه لا بد أن تأخذ روبيو إلى بيتها الحقيقي لأن الاثنين لن يستطيع العيش بمعزل عن بعضهما البعض. تحدثت مع زملائها في شركة الطيران كي يجهزوا معها كل شيء بسرعة، وحينها كاد روبيو يلمس السماء من فرحته للانتقال للعيش مع حبيبته أوليفيا. لم يكن الأمر صعبا أن يذهب إلى ألمانيا، فهناك الحياة أفضل، المناظر الطبيعية الخلابة والهواء النقي، والأهم من ذلك أنه بجانب أعز وأقرب شخصية على قلبه. على الرغم من أن الطقس هناك كان أكثر برودة مما كان فيه، فإنها وفرت له سريرا خاصا به وغطاء ناعما ومدفأة بجوار سريره، وحياة مختلفة تماما عن التي كان يعيشها، وكان يسعد كثيرا عند عودتها للمنزل من عملها. الآن روبيو وأوليفيا لا ينفصلان أبدا ويقضيان معا أطول وقت ممكن، يلعبان ويتنزهان ويجولان العالم معا. والأهم من ذلك أن قصتهما تعد مصدر إلهام للكثيرين، فالمواقف والخبرات التي تمر بحياتنا تجعلنا دائما ننظر بعين الاعتبار للفرص التي قد تواتينا في حياتنا، وتجعلنا أيضا نحرص على عدم فقدانها،
ودائما نقول إن الحب الحقيقي من الممكن أن نجده في أي مكان. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.